بسم الله الرحمن الرحيم. نتكلم عن تخمين حمل التبريد في الأبنية، وهذا راح تكون مقدمة للمحاضرات اللي راح تتفصل في حسابات حمل التبريد. أول سؤال يتبادر إلى ذهننا، ما هو حمل التبريد؟ شنو مسبباته وشلون نسيطر عليه؟ كمثال بسيط، نتخيل أنه أكو فد زورق وبيثقب ويدخل الماء للزورق، مالك الزورق يحاول يخرج الماء، لكن عملية إخراج الماء أكثر من دخول الماء، فبالنتيجة راح يترك الزورق يغرق. ولكن إذا استمرت العملية بسرعة واستطاع أن يسيطر على كمية الماء الداخلة، راح ينجو هو والزورق من هذه الحالة اللي راح تصادفه. راح نمثل هذه الحالة، تخيل عندك بناية والحرارة اللي داخلة كأنه الماء اللي ذكرناه بالمثال السابق. حتى أتخلص من هذه الحرارة أحتاج إلى مكيف، خلني أقول نوع ويندو تايب. هذا المكيف اللي راح يسوي أنه يسحب الحرارة ويطرحها للخارج، حتى يحاول يسوي توازن داخل الغرفة بين الحرارة الداخلة والحرارة الخارجة. لكن إذا كان المكيف ما يتناسب مع كمية الحرارة اللي داخله، النتيجة راح تكون أنه تحمي الغرفة وترتفع حرارتها والسكان يشعرون بالانزعاج. الحل الأمثل لهذه الحالة أختار مكيف يتناسب حجمه مع كمية الحرارة اللي داخله، فنفس الحرارة اللي داخله يبدي يسحبها ويطلعها للخارج، راح يصير توازن بين كمية الحرارة الداخلة والخارجة، وبالتالي راح نلاحظ أنه الغرفة يتهيئ بها أجواء جيدة ويشعرون السكان بالراحة. هذا ملخص بسيط لكمية الحرارة الداخلة والخارجة وشلون أسيطر عليها. إذن تعريف الكولينج لود is the amount of heat that would need to be removed from a space to maintain the human comfort range within the space. هي كمية الحرارة، أو هو كمية الحرارة اللي أسحبها من الغرفة بحيث أحقق ظروف راحة الإنسان. شنو هي الخطوات اللي أسويها حتى أبدي بحساب حمل التبريد؟ خطوات كلش مهمة. الخطوات اللي راح تتمثل بالبيلدينج سيرفي، مسح أسوي للبناية. يجب اتباع الخطوات التالية قبل ما أبدي بحمل التبريد وقبل ما أبدي بأي حسابات. الخطوة الأولى هو اتجاه البناية، وبالنسبة للاتجاهات الأربعة هاي راح تفيدني بتحديد اتجاه الرياح والإشعاع الشمس اللي ساقط للبناية. الخطوة الثانية، أي عمليات ظل تسببها أبنية مجاورة، هاي بالتأكيد تقلل حمل التبريد. النقطة الثالثة هي إذا أكو أسطح ممكن تعكس أشعة الشمس أو سبب راديشن بين البناية والسطح، هذا مثل سطح الماء أو الرمال أو حتى الجراجات للسيارات. استخدام الفضاء، ايش دا استخدمه؟ بيت استخدمه، تاور او مدرسة، كنيسة، جامع، مستشفى، هاي كلها لازم اخذ النظر الاعتبار واعرف طبيعة استخدام البناية. النقطة الاخرى هو ابعاد البناية، الطول والعرض والارتفاع حتى احسب اللود بشكل صحيح. والخطوة الاخرى هو ارتفاع السقف الثانوي وارتفاع الأسطح، لأن عندي طابق أول طابق ثاني، المسافة بين السقف الحقيقي والسقف الثانوي. أيضا عندي الكولومس والبيمز، هذه الكولومس والبيمز اللي راح تتعارض مع مرور مجال الهواء، لازم أحسب الحساب وأعرف وين موجودة بالضبط وش قد عمقها وش قد أبعادها. نوع مادة البناء حتى أطلع معامل انتقال الحرارة، إذا أستخدم طابوق أو أستخدم رمل أو بلاستيك أو خشب أو أي شيء من هذه الأشياء الأخرى، لازم أعرف نوعيتها ومعامل انتقال الحرارة إلها. المحيط بالبناية وألوان الجدران الخارجية إلها اللي راح تمتص الشمس، والفضاءات غير المكيفة والفضاءات المكيفة حتى أحسب انتقال الحرارة، وإذا أكو مطبخ أو غرفة مرجل أو أي أشياء تسبب الحرارة لازم كلها أعرفها وين صايرة بيا مكان. النقطة الأخرى هو الشبابيك، أنواعها، نوع الإطار،
هل هو معدني أو بلاستيك أو خشب؟ نوع الشباك، هل هو دبل هانج ينفتح على جهتين أو ينفتح على جهة واحدة؟ أبعاد الشبابيك مواقعها، إنه هذا نوع آخر من الشبابيك. الأبواب أنواعها، كم مرة تفتح باليوم؟ اتجاهاتها، عدد الأشخاص، طبيعة عملهم، هل فعاليتهم متوسطة أو عالية أو قليلة؟ كثافة الأشخاص، الإنارة، نوع الإنارة اللي موجود، هاي أنواع مختلفة من الإنارة، كلها لازم أعرف نوعياتها وأعرف القدرة مالتها شقد وأعرف الكفاءة لكل نوع من الإنارة. بعدين عندي المحركات، مواقعها مثل المضخات أو أي محركات أخرى، والأبلاينسز، المعدات اللي موجودة بالبيت، هل هي كهربائية أم غازية، قدرتها، كيف تشتغل، مكانها بالضبط، وأخيرا التهوية، إيش قد أعرف كل شخص يحتاج تهوية، عدد الأشخاص أو التهوية لكل متر مربع، هذه كلها لازم أعرفها قبل ما أبدي بالبناية. راح نبدي بالحمل، تخمين حمل التبريد. الشروط اللي آخذها، لازم آخذ اليوم التصميمي للبناية، واليوم التصميمي يشمل انه اليوم اللي تكون الدراي بلب اند ويت بلب تمبرشر في اعلى قيمة الها، لمن يكون عندي الجو صافي وماكو اي غيوم او رطوبة تمنع وصول الشمس، وعمل المعدات الداخلية بشكل طبيعي. قلنا الحرارة اللي راح تدخل للبناية راح نقسمها حسب طبيعتها حتى نستطيع نحسب كل جزء من هذه الأجزاء. يقسم عندي الحمل التبريدي إلى نوعين أساسية، هو الحمل التبريدي الخارجي. مسببات الحمل التبريدي الخارجي، أول شيء الشمس. الشمس عندها عدة تأثيرات، التأثير الأول هو الإشعاع المباشر اللي يدخل من النافذة ويسوي ضوء داخل البناية، مما يؤدي إلى ارتفاع البناية والأثاث اللي موجود بيها هذا كله. والتأثير اللي نسميه سولار هيت جين ثرو جلاس. النوع الثاني اللي هو عندي، إذا أخذ مقطع بالجدار نلاحظ في الليل تكون تقريبا الاندور والاوت دور متساوية، لما تسقط أشعة الشمس راح تبدي الاوت دور أو السطح الخارجي للجدار تصعد حرارته، بينما الداخلي بعد ما وصل التأثير. و ب 12 الظهر نلاحظ ارتفاع الاندور والاوت دور، لكن دائما الاوت دور تكون اعلى من الاندور، ويبدي الارتفاع بالثنتين الظهر. ب 3 الظهر تبدي الشمس تغير اتجاهها، فيبدي السطح الخارجي تنخفض حرارته. ب 3 نلاحظ انه الاوت دور اقل من الاندور، وهكذا الى ان تستقر الحرارة. هاي نسميها سولار اند ترانسميشن وول اند روف، الحرارة المنتقلة خلال السقوف والجدران. الشبابيك، إضافة إلى الإشعاع المباشر اللي يدخل، عندي فرق حرارة بين الأوت دور والإندور، فيسوي لي كوندكشن للشباك تدخل حرارة، هاي يسميها هيت ترانسميشن جلاس. وعندي الانفلتريشن، تسرب الهواء من خلال الشبابيك سواء كان دخولا أو خروجا، يأثر على حمل التبريد. و أخيرا عندي التهوية اللي أحتاجها حتى أحقق راحة الإنسان، سميها الفنتيليشن. بالنسبة للإنترنال لود، يقسم إلى الحرارة المنتقلة من القواطع للأبنية. نلاحظ المطبخ هنا يعطي حرارة للممر وحرارة الغرفة جوا، الممر إذا مو مكيف يعطي حرارة للغرفة وبقية الأبنية او بقيه مكونات البناء، فهاي يسميها هي ترانسميشن بارتيشن اند فلورز، القواطع، هذا اسميه قاطع وهاي اسميه الفلور، الارضيات. والاشخاص اللي موجودين، الاشخاص اي شخص، اذا اقسم الحراره مالته كونفكشن، بما انه الاندور 25 مئوي وحراره الانسان 37، اكو حراره منتقله بالكونفكشن من جسم الإنسان إلى الهواء الخارجي، والكوندكشن
تماس ويا الارض هاي تكون قليله جدا، غالبا ما تهمل، وراديشن الاشعاع والايفابوريشن التبخر اللي ينتج عن التعرق او التنفس، بخار الماء اللي يطلع من الانسان. هذه اقسمها سنسبل كونفكشن كوندكشن راديشن، والليتنت الكامنه هي الايفابوريشن. استخدم الفاكتورات، استخدم واحد للرجال 100% احسب لي الحراره، نساء 0.85 والاطفال 0.75. الاناره تسبب حمل حراري داخلي للبنايه وتتناسب مع عددها وشده الاناره وكذلك نوع الاناره اللي مستخدم. المعدات اذا كان عندي طباخ، ثلاجه، حاسبه، اوتي او اي اشياء اخرى، محركات كهربائيه، هاي تعتبر ضمن الانترنال لود. ناخذ اوليات عن انتقال الحراره. ناخذ انتقال الحراره خلال الجدار. هذا جدار لاحظ من طبقه واحده، الان عندي طبقه الهواء الخارجيه الداخليه الملامسه للجدار وطبقة الهواء الخارجية الملامسة للجدار تعيق انتقال الحرارة. انتقال الحرارة ممكن أمثلها بمقاومات حرارية، هاي المقاومة للطبقة الخارجية، هذا للجدار وهذا للداخل. راح أخذ جدار من طبقة واحدة مثل ما قلنا، المقاومة الحرارية الخارجية 1 على H out والداخلية 1 على H in، ومقاومة الجدار دلتا اكس على كي، سمك الجدار على معامل انتقال الحرارة. مثل ما عرفنا ناخذ المكافئ للمقاومات، هي مقاومة واحدة ما دام على التوالي فتجمع جميع توالي، فراح يكون اليونت معامل انتقال الحرارة الكلي واحد على المقاومة الحرارية الكلية، وهذه المعادلة. إذا كان عندي جدار متكون من عدة طبقات راح تكون عندي عدة مقاومات حرارية، وكل وحدة يرمز لها حسب نوع البناء اللي موجود. مثل ما قلنا الـ R out والـ R in حكينا عنها، الـ R1 دلتا X1 على K1، الـ R2 دلتا X2 على K2 وهكذا. وأجمع المقاومات الحرارية كلها حتى أحصل على مقاومة حرارية مكافئة. حتى نوضح هذه الحالة ناخذ مثال. Find the overall heat transfer coefficient for outdoor wall in summer. The wall consists of 10 mm gypsum plaster, 24 cm common brick هذه، و 5 mm cement plaster. إذا لما نطينا السمك ونوع الجدار لازم نطلع المواصفات أو thermal conductivity لكل طبقة من طبقات الجدار. راح نستخدم جدول 19 Properties of Building Materials Description، الوصف لأجزاء البناية، Thickness بالمليمتر، Thermal Conductivity الكثافة، الـ R المقاومة الحرارية، وكتلة الجدار هنا مبينة. 10 مليمتر جبسن بلاستر، راح أدور على جبسن بلاستر ضمن هذا المكان، بلاستر أو جبسن هذا. نلاحظ السمك هنا 20 مليمتر، هنا 10 مليمتر، لذلك ما راح أخذ الأرض. المقاومة الحرارية اللي موجودة هنا تعود إلى السمك اللي موجود. إذا ما عندي السمك أبدي أخذ الثيرمال كوندكتيفيتي الكي، راح أخذ الكي 0.727، قلنا الأر دلتا أكس على كي، السمك بالمتر 0.01 على 0.72 يطلع لي 0.0137. اجي على 24 سنتيمتر كومن بريك، ادور هذا كومن بريك هنا عندي 100 وعندي 200 كومن بريك، اي وحده اخذها مو مشكله لان ما عندي 240، فراح اخذ 100. ايضا اخذ الثيرمال كوندكتيفيتي، ما اخذ المقاومه الحراريه، الار مالت دلتا اكس على كي يطلع لي 0.33. الطبقه الثالثه 5 مليمتر سمنت بلاستر، سمنت بلاستر هنا 13 مليمتر، ما عندي ثيرمال كوندكتيفيتي، ف راح اخذ ال 0.05
هنا راح نلاحظ ال 19 من جدول 19 13 ما عندي الخمسة، فراح يطلع لي 0.05 متر جلفن على واط، لكن هاي 13 مليمتر، انا عندي 5 مليمتر، فراح اسوي تصحيح الها ال 0.05 اضربها في القيمة الحقيقية على قيمة الجدول في 5 على 13 يطلع لي 0.01923 واط على متر مربع، متر مربع جلفن على واط. اذا المقاومة الخارجية 0.1204 الاوت، والداخلية 0.0588. مجموع المقاومات هاي تمثل لي المقاومة الخارجية، مقاومة جبسن بلاستر كومون بريك سمنت بلاستر، والمقاومة عفوا هاي الداخلية هاي الخارجية يطلع لي 0.4833 متر مربع جلفن على واط هاي ديو. قلنا معامل انتقال الحرارة 1 على RT يطلع لي 2.069 واط على متر مربع جلفن. هاي بالنسبة لي الجدار اللي ذكرناه هاي المقاومة الحرارية له. نجي على الهيت جين ثرو ذا وول، أول عامل من العوامل. بما أنه الشمس تسقط على الجدار لذلك راح العملية تكون معقدة بالنسبة لي، فأختار الإكوفلنت تيمبرشر ديفرنس، مو فرق درجات الحرارة. شنو هو الإكوفلنت تيمبرشر ديفرنس؟ هو فرق درجات الحرارة المكافئ الناتج عن المؤثرات التالية: الإشعاع الشمسي اللي ساقط على البناية، الأوتسايد تيمبرشر، نلاحظ أنه الشمس من تسقط هنا 32 غير معرضة 22، هاي لازم أخذها بنظر الاعتبار، ونوع البناء ولون الجدار السمك مالته المكونات مالته. هاي العوامل إضافة إلى العامل الرابع هو فلاي ويل إفكت أو هيت ستورج إن ذا وول، الحرارة المخزونة بالجدار شلون تتبدل. مثل ما قلنا نلاحظ هذه بالبداية هنا الاوت والان، الاوت اكثر من الان، مع شروق الشمس تصعد درجة الحرارة بثبوت درجة الحرارة الداخلية، بعدين مع غياب الشمس تنزل الحرارة الخارجية وتبقى هاي القمة تعطي حرارة للخارج وللداخل، بعدين تنزل القمة. بصورة عامة هذا راح يكون شكل الحرارة داخل الجدار، لذلك لازم اخذ فرق درجات الحرارة المكافئ اللي تكافئ العوامل الأربعة اللي ذكرناها. شلون نحسب الـ equivalent temperature difference؟ بيها 13 خطوة، هاي هنا نستعرضها وبعدين راح ناخذ مثال عليها. هاي الخطوات عندي هاي المعادلتين النهائية اللي راح استخدمها. راح ناخذ مثال حتى نحسب هذه الحالة. An outer wall is built from 13 mm cement plaster, 20 cm common brick, 13 mm different plaster. The roof is built from outside to inside, 10 mm concrete tile, 130 mm sand, رمل, 10 mm expand, هذا عازل اسفل شينجلز 150 ملم كونكريت اند 10 ملم جبسن. يريد هيت ترانسفير كوفيشنت اوف ذا وول اند ذا روف، ذا ايكوفلنت تمبرشر ديفرنس فور ذا ورست نورث ايست ساوث وولز اند ذا روف. نفس الحاله اللي اخذناها قبل شويه، 13 ملم سمنت بلاستر، هذا هنا أنا عندي 13 ملم موجود نفس السمك، فاخذ الار مالته 0.05 مثل ما هي. وزن الجدار 105.6، عندي كومون بريك 20 مليمتر، الار مالته هو 0.279، هاي هيش جايب الغلط 0.279، الوزن مالته 390.4، 13 ملم جفن بلاستر، هاي مثل ما قلنا السمك ما يتناسب ويا هذا السمك، فأخذ تصحيح
0.026 في القيمة الحقيقية على قيمة الجدول، والوزن مالته 30.74 أيضا أسوي له تصحيح يطلع لي 20 كيلوغرام. نلاحظ هنا الار اوت والار ان نحسبها مجموع المقاومات يطلع لي الاوفر اول هيت ترانسفير كوفيشنت 1.96، ووزن الجدار يطلع لي 516 كيلوغرام على المتر المربع. اذا اجعل سقف 10 مليمتر كونكريت تايل 10 مليمتر، الار مالتها 0.037 والوزن 23 كيلوغرام، اسف حدث بعض الخطا. نجي على 10 ملم كونكريت تاير مثل ما قلنا، هذه يطلع لي الار الى 0.037 نوت 47 ملم نانا، وال ناخذه مثل ما هو، والوزن 23 كيلوغرام، 130 ملم ساند، هذا 130 ملم ساند، الار مالته 0.016، الوزن مالته 21 كيلوغرام، 10 ملم بوليثيرين نوع من الماده العازله سمكها 10 سنتيمتر 10 ملم عفوا، هاي هنا 10 ملم يطلع لي السمك مالته 10 ملم اللي هو هنا ما له اي سمك. فناخذ ثيرمال كوندكتيفيتي مالته 0.04، ناخذ الار دلتا اكس على كي يطلع لي 0.25، الوزن مالته ما له اي وزن، خفيف الوزن، والاسفلت شنجلز هذه اسفلت رول شنجلز البي ناطيني الار مالته ثيكنس كوه كلش قليل وما له اي وزن، يطلع لي الار 0.09 الوزن ما له اي وزن. الكونكريت 150 ملم عندي هنا انا بعرف تلاحظون هاي دنسيتي ولو دنسيتي، دائما السقف اللي بي تسليح يعتبر هاي دنسيتي، لازم تعرفوها وحدكم. اللو دنسيتي هي الصبات اللي ما بيها تسليح، فراح اخذ هاي دنسيتي 150 ملم الار 0.08 والوزن مالته 341.6. شفت البلاستر 13 ملم 0.06، اسوي له تصحيح 0.0169 للوزن، والمقاومه الحراريه 20 كيلو غرام يطلع لي. بعدين احسب الاوفر اول ترانسفير كوفيشنت، اجمع المقاومات على التوالي والناتج اقل بيطلع لي 0.48 واط على متر مربع كلفن. هاي الخطوه الاولى لازم اسويها حتى احسب الاكوفلنت تمبشر ديفرنس. راح نبدي بالخطوات مال الاكوفلنت تمبشر ديفرنس، وزن السقف 415.6. اذا الخطوه الاولى كالكوليت ذا ويت اوف وول اور روف بير متر سكوير، وزن الجدار لكل متر مربع، هاي حسبناها 516 للجدران و416 للسقف. الخطوه الثانيه اختار الاكوفلنت تمبرشر ديفرنس من جدول 15، هذا جدول 15 يعطيني for dark color sun and shaded walls، هنا نعطيها ال 35 الاوت دور تمبرشر زين، والانسايد 26.5، والديلي رينج 11 وعد جولاي 40. احنا الاوت دور عندنا ما توصل اكثر من 35 والديلي رينج اكثر من 11، وقاعد نشتغل على 33 و3 بالعشرة خط العرض مو 40، هاي كلها تحتاج الى تصحيح. فراح اخذ القيمة اللي موجودة حسب الاتجاهات، وزن الجدار 516 والبيك تايم التصميم راح يكون عندي الساعة الثالثة بعد الظهر، دائما اشتغل على هاي لين اقصى حرارة تدخل للبيت. راح اخذ هذه الثالثة، تلاحظون سويها طوخ، هذه راح ابدي باتجاه
الويست 516 ما عندي، اقرب شيء الى 488. اذا الاكوفلنت تمبرشر ديفرنس باتجاه الويست هي 5.6، الاتجاه الثاني هو راح اخذه النورث ايضا نفس الوزن يطلع لي 1.7، الاتجاه الثالث الايست، هاي الايست 488 11.1، والاتجاه الرابع هو راح يكون عندي ساوث 8.3. اذا صار الاختيار على اساس وزن الجدار وعلى اساس البيك تايم اللي هو الساعة 3 بعد الظهر، والعامل الثالث هو الاتجاه. هذا الجدول اللي تلاحظون للوالز. للسقوف عندي جدول اخر، جدول 16، هذه روفز نفس المواصفات اللي ما تنطبق على العراق او على بغداد. هوريزونتال اللي هو الروف 416، اقرب شيء له هو اللي موجود تلاحظون عندي اكسبوست سان، معرض للشمس، مغطى بالماء، مصبوغ او مظلل. اني اخذ معرض للشمس، اقرب شيء لل 416 هي 390 ماكو اكثر، يطلع لي 15.6 للسقف. اذا الخطوه الثانيه حسبت الاكوفلنت تمبرشر ديفرنس من جدول 15 نزلتها. الخطوه الثالثه الاوت دور ديزاين كونديشن للصيف وللشتاء، هاي تعتمد على المنطقه وعلى المحافظه. هذا جدول واحد يبين لي المحافظات الاساسيه بالعراق ولوكيشن نورث ميدل ساوث، وهنا عندي اللاتيتيود مالتها تقريبا ارتفاعها، الالتيتيود لاتيتيود ارتفاعها عن المستوى سطح البحر، وهذه الاكشوال لاتيتيود خط العرض الحقيقي هنا، وخط الطول هنا عندي، وعندي الصيف وشتاء، دراي بار تمبرشر رطوبه نسبيه، ديلي رينج الفرق بين اقل واعلى حراره باليوم، وهذه عندي بالشتاء دراي بار ريلاتيف هيوميديتي. راح ناخذ بغداد على سبيل المثال 45 دراي بالب بالصيف وواحد ونص بالشتاء. اليرلي رينج هو الفرق بين الصيف بين الصيف والشتاء اللي هو 45 ناقص 43 ونص، وعندي الديلي رينج اللي هي هنا موجودة 18.7. هاي كل اللي يحتاجه من جدول واحد. اجي على الجدول الثاني سويته هنا الاوت دور ديزاين كونديشن 45 بالصيف 1.5 بالشتاء، هنا اليرلي رينج قلنا 45 ناقص 1.5 يطلع 43.5، والديلي رينج من جدول واحد 18.7. هاي الخطوه السادسه. الخطوه السابعه فايند ذا ديفرنس بتوين اوت دور ديزاين كونديشن فور مانث عند 3 بي ام والغرفه. الاندور ديزاين كونديشن هذا الجدول جدول اثنين يعطيني طبيعة العمل او السكن ودرجة التكييف، مستوى التكييف ديلوكس كوميرشال والهوميديفيكيشن وذات الهوميديفيكيشن. احنا اذا ناخذ هنا ضمن هذا الرينج اللي هو يعتبر انه هنا راح تشوفون هنا جنرال كومفورت اللي هي الهاوسز هوتيل اوفيس هوسبيتال اند سو اون، راح اخذ ضمن هذا الرينج عندي من 25 الى 26، راح اخذها 25 اوكي، هاي اللي راح اشتغل عليها. وبالمقابل بالشتاء عندي من 24 ل 25، ها ممكن اخذها 25. اذا راح اختار 25. اذا الخطوه الاوت دور خطوه 3 ناقص الاندور اللي هي 25 تطلع لي 20 درجه مئويه. الخطوة الثانية راح اجي على التصحيحات الشغلي لان ما يتناسب الظروف الخارجية ويا الظروف مالتي او مال البلد اللي انا عايش فيه. جدول 16A راح نلاحظ هذا جدول 16A correction to equivalent temperature. المتغيرات اللي عندي الديلي رينج وعندي الاوت دور ديزاين كونديشن ناقص الاندور ديزاين كونديشن. احنا اللي عندنا طلعناها الديلي رينج 18.7، اخذ 18.9 اقرب شيء اليه،
وعندي اوت دور ناقص اندور 20 راح اخذ 19.4 يطلع لي التصحيح 7.2. اوكي، اذا هذا التصحيح لدرجات الحراره يعتمد على الديلي رينج ويعتمد على الاوت دور ديزاين كونديشن ناقص الاندور ديزاين كونديشن ويعتمد على هذا يطلع لي 7.2. راح اجي على الجدول هذا سكور ريدكشن 7.2 ما له علاقه بنوع باتجاه الجدار. الخطوه التاسعه راح ابدي اخذ الكوفلنت تمبرتشر ريفرنس فور وول اور روف، هاي المصححه بعد ما صححتها حتى اصححها اطلع القيمه الافتراضيه طلعتها من جدول 15 بخطوه 2 واجمعها ويا التصحيح راح تصير عندي 12.8 للويست، 8.9 للنورث، 18.3 للايست، 15.5 للساوث والهوريزونتال 22.8. الخطوه الاخرى راح اخذ فرق درجات الحراره المكافئ لي اذا كان عندي جدار احتمال يكون مظلل او غير معرض للشمس اللي هو جدول 15 زائد خطوه 8. جدول 15 هذا راح نلاحظ مثل ما قلنا الاتجاهات و الوقت ووزن الجدار اللي راح يصير عندي 3. اذا النورث شيد هو 1.7 نورث شيد، هذا التصحيح ما يعتمد على نوع الجدار لان مظلل، فراح اضيف التصحيح هنا 1.7 اللي هو هذا زائد الخطوه 8 7.2 يطلع لي 8.9 لكل الاتجاهات. الشمس قلنا لها تاثير، راح اخذ الماكسيمم سولار راديشن اقصى اشعاع شمسي للجدار جدول 12A سولار ريدينس اند سولار هيت جين فاكتورز اتجاه 32 جولاي 21 ماي والاتجاهات ومثل ما قلنا الويست ادور اعلى اشعاع شمسي اللي هو 517. اجي على النورث اعلى اشعاع شمسي هو 69. الايست اعلى اشعاع شمسي 489 517 اعلى من 480 والساوث راح يطلع لي على 95. هذه راح ابدي اخليها بالجدول اللي سويته والهوريزونتال نسينا 776. اذا نزلت القيم مال اعلى اشعاع شمسي ار اس اللي يعطي هاي دلتا تي اي اس ودلتا تي اي مين. بعدين راح اخذ اعلى اشعاع شمسي عد ال 40 القبل اذا نرجع عد 32. راح اروح الجدول عد ال 40 اعلى اشعاع شمسي هنا أنا موضح ويست نورث ايست والساوث والهوريزونتال راح يطلع لي 741. اخليه بالجدول. هسه الجدول خلاص راح ابدي استخدم المعادلات، سويت 12 خطوه اجي على المعادلات هاي اللي احتاجها من الجدول، هذا كمل الجدول بشكل نهائي هذه المعادله لايت كلر وول اذا فاتح وعندي اذا متوسط. بالعراق بسبب العواصف الترابيه حتى اذا تصبغ البيت لونه ابيض او تغثى بحجر ابيض بعد فتره يتحول اللون مالته الى لون متوسط ما يكون ابيض، فغالبا ما ناخذ معادله بي استخدمها. الخطوات النهائيه اللي احتاجها بالحسابات هاي المعادله الميديوم كلر راح اخذ باتجاه الويست وانتم تكملون بقيه الحسابات باتجاه الويست. هاي راح تكون عندي فراغ حتى اعرف شلون امليها
ار اس ادور بالجدول الار اس هذا الار اس 517 عشان يحاسبه اوكي الار مين اللي راح يجي هنا ار مين هنا والدلتا تي اي مين اللي هي هذه والجزء الثاني من المعادلة أيضا الار اس على الار مين في الدلتا تي اي اس يطلع الناتج 11.84 هذه بالنسبة للجدار الويست وانتو تكملون بقية الحسابات للنورث مع الشكر الجزيل لحسن أصغائكم وإن شاء الله المحاضرة الجاية نكمل حسابات حمل التبريد.